النادي الاهلي لمباراه او لمبارياته في كاس العالم للانديه. يمكن كان في كلام كتير عن الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي او خلاص يعني ده قرار اتاخد من خلال النادي الاهلي ان اللاعبين كلها هتسافر لقطر عشان تبقى متواجده في كاس العالم للانديه، وده يمكن قرار طلعه الفيفا او اللجنه المنظمه بخصوص ان يقدر اي نادي تغيير احد اللاعبين في القائمه الخاصه بالفريق انه ممكن يخش في اي لحظه من اللحظات او قبل المباراه ب 24 ساعه في الفتره القادمه، وبالتالي النادي الاهلي اخذ كل اللاعبين بحيث ان الامور تبقى متاحه ليه ان حصل اي مشكله بالنسبه للاعبين في قطر. لكن طبعا هتيجي نتكلم على التركيز، تركيز المدير الفني بيختار 23 لعيب هم دول اللي هيركز عليهم، حصلت مشكله بالنسبه لاحد اللاعبين يقدر يحط واحد مكانه، ودول بقى طبعا موجودين مع النادي الاهلي. لكن هقول لكم ان القائمه بتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم واحمد رمضان بكم وبدر بنون ورامي ربيع وايمن اشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السوليه وحمدي فتحي وقلي ديانجو اكرم توفيق ومجدي قفشه وكهربا وجونيور اجاييه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومران محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف. طبعا زي ما قلت لكم كل اللاعبين متواجدين في السفريه دي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في اولى مبارياته امام الضحيل القطري يوم 4 فبراير. واحد من الناس طبعا اللي هيكونوا منضمين للقائمه الخاصه بكاس العالم للانديه صلاح محسن، واللي كان زي ما قلت لكم كان في كلام كتير على القائمه طبعا قبل ما اللجنه المنظمه تقول ان يقدر النادي يستبدل اي لعيب حتى لو ب 24 ساعه من المباراه. فبالتالي كان صلاح محسن كان عنده او في كلام ان في بعض الناس ممكن مش هيبقوا موجودين منهم صلاح محسن، وبالتالي صلاح محسن متواجد. لكن النقطه ان اشتراك واشراك في الفتره القادمه اعتقد ان ده كان اتفاق وكان الجلسه موسيماني ان هو هيبقى متواجد في المباراه القادمه. عشان كده شفنا صلاح محسن في الجزء الثاني من الشوط الثاني في مباراة المقاولين، وكان ليه تأثير طبعا تواجده في الجزء الهجومي كان ليه تأثير إيجابي مع النادي الأهلي في فوزه على المقاولين العرب 3-2. حمدي فتحي وأليو ديانج، وطبعا ده مكسب كبير للنادي الأهلي تمديد الاثنين لعيبة دول لعقودهم لخمس سنين، يعني كان 3 سنين جددوا سنتين، 5 سنين حلوين قوي لاثنين لعيبة مميزين. تقدر بقى في الفترة اللي جاية واحد زي أليو ديانج تستفاد منه في فكرة ان هو يلعب، ولو جاله عقد مميز تقدر تبيعه بشكل محترم. ايضا حمدي فتحي تستفاد منه لو جاله عقد تقدر تبيعه بشكل محترم. دي هو ده الشكل المميز اللي ممكن النادي الاهلي بيستخدمه في الفترة دي مع لعيبته المميزين. حمدي فتحي زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه في ظل عدم وجود عمرو السوليه ما تحسش باي فارق. اليو ديانج طبعا جنبه حاجة محترمة ولعيب مميز كلنا بنثني طبعا سواء بقى كل الجماهير المصريه على هذا اللاعب انه احد اللاعبين المحترفين المميزين في الدوري المصري. طيب يعني يمكن في الفتره اللي فاتت كلام على ان يبقى في مدرب عام مصري مع مستر موسيماني. لجنه التخطيط بترشح كابتن علاء مهيوب وكابتن عماد النحاس يعني في حاله طبعا الموافقه على تواجد مدرب عام مع مستر موسيماني بحيث ان يبقى في حلقه وسط مع كابتن سامي قمصان كمدرب مصري متواجد في الفريق، يبقى في حد بيصحح الاخطاء بشكل كبير مع مستر موسيماني في الفتره القادمه في بطوله الدوري، خصوصا البطولات كتير سواء بقى واحنا بنقول كاس عالم انديه، دوري، كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، حاجات كتير النادي الاهلي بيشترك فيها. وبالتالي وجود اثنين من الاسماء اللي احنا قلنا عليهم كابتن علاء مهيوب او كابتن عماد النحاس هيتم اختيار منهم. حتى الان لسه طبعا الامور في نقاش كتير فيها دي جزئيه. اثنين طبعا اسماء كبيره وخبرات كبيره في كره القدم. طيب احنا بنتكلم ان من حق اي مدير فني لما بيشوف لعيب مستواه بينزل لازم يتكلم معاه او بيديله رياكشن كده معين. احنا كلاعب الكوره كان في مدرب مثلا ياخد بعضه يعني بيشوفني مثلا او زعلان مني في ماتش انه يبعد ما يتكلمش معايا. موسيماني ما عندوش الجزئيه دي. موسيماني بيروح يقعد مع اللاعب ويقول له انت فيك كذا 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 كذا، عندك مشكله في كذا في كذا، ودي حاجه طبعا تحترم لان في وقت من الاوقات انا كلاعب محتاج ان انا المدرب يقول لي اخطائك،
لكن لو خاصمني مثلا وما بقاش يكلمني وانا مش عارف ايه المشكله ولازم انا اللي اروح اكلمه، في لعيبه بتبقى بتتكسف شويه، فبتتكسف تروح تكلم مدرب تقول له انا ايه مشكلتي. لكن هنا موسيماني عنده مشكله في الاعشاب اللي فاتت، وبالتالي هو زعلان، وبالتالي قعد معاه وبيقعد معاه عشان يفهمه ايه الفتره اللي جايه هو محتاجها عشان يرجع حسين الشحات لمستواه الطبيعي. هو لعيب مميز جدا مفيش شك، حسين الشحات وكل واحد بيمر في حياته او في حياته الكرويه بالنسبه للاعبين بمنعطفات، منها طلوع منها نزول، لكن حسين في الفتره اللي فاتت ممكن يفيد النادي الاهلي كتير جدا جدا بمستواه الفني العالي. اتمنى ان شاء الله يرجع، لان حسين من اللعيبه المميزه اللي تستمتع بيها كل الجماهير، تحب تستمتع بالموهبه المميزه. حسين من احد المواهب اللي تتمنى تتفرج عليها دايما باستمرار. طيب عندنا يعني فكره برضو معالجه الاخطاء، معالجه الاخطاء من موسيماني لبعض اللاعبين زي ما قلت لكم. حسين ادينا احنا بنتكلم على حسين، بنتكلم على والتر فاليا عنده مشكله في الجزء التهديفي في الفتره اللي فاتت. الراجل كان هداف في الجونه، لكن جه النادي الاهلي في مشكله، في مشكله لوالتر فاليا. ايه هي؟ هل هو ضغوط بالنسبه له؟ الامور بالنسبه له ما فيش حد بيساعده؟ لا، في حد بيساعده، لكن هو امام المرمى بتبقى فيه مشكله، عدم تركيز، وبالتالي ده بقى عايش شغل المدرب. ويعني ان انت بتصحح اخطائه في التسديد، بتصحح اخطائه في الوقفه، بتصحح اخطائه في جزئيه التمركز داخل ال 18، وبالتالي بيعملها مستر موسيماني مع والتر بواليا من خلال طبعا التدريب على شقين، الشق الاولاني من قبل محلل الاداء بشكل نظري، وبعد كده مع كيفن جونسون المدرب العام للنادي الاهلي بشكل عملي في الملعب من خلال طبعا تدريب لي على المرمى. اروح لاخبار الاهلي، نقطه مهمه جدا، ما زال فكره انتقاد التحكيم في بعض الامور كانت في التحكيم النهارده، كابتن جهاد جريشه والرجوع للفار، وده برضو يعني احنا امبارح كان معاك كابتن رضا البلتاجي وقبل كده بنتكلم على جزئيه التحكيم وبيانات من الانديه وبيانات من اتحاد الكره. النقطه ان واضح ان المواضيع او الامور الخاصه بالتحكيم لن تنتهي، لن تنتهي جزئيه التحكيم. يبقى احنا يا جماعه لازم، او الاداره او اداره الكره في مصر اللي هي متمثله في اللجنه الثلاثيه، لازم تشوف حل في هذه الجزئيه، لإلا الحكام لازم يحسنوا من ادائهم، لإلا انت تدي قرار بقى بالنسبه للاعتراضات اللي بتجيلك كاداره لاداره الكره في مصر، ان يبقى في الاخر يرجع للفار. واضح ان في بعض الامور هنا مفقوده، يعني في لعبات الحكام ما بيروح لهاش، وفي لعبات الحكام بيروح لها ونتيجه على حسب المزاج، ما اعرفش يعني حتى الان انا برضو ما بفهمهاش. نرجو التحسن في الاداء التحكيمي، كل الاحترام ليهم، كل الاحترام لجزئيه التحكيم، لكن واضح ان ما زال الامور غير مستقره في جزئيه التحكيم. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.